السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم ومرحبا بكم أصدقائي في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو أصدقائي سأشرح لكم خطوة بخطوة كيف تقومون بتغيير تاريخ الميلاد في حساباتكم على الإنستغرام. أنا أعرف أن هناك الكثير من مستخدمي تطبيق إنستغرام يواجهون مشكلة تغيير تاريخ الميلاد، لذلك قمت بتصوير هذا الفيديو يا أصدقائي لأشرح لكم حل لهذه المشكلة. قبل أن أبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة، سأكون سعيدا بانضمامك لعائلتنا بالضغط على الاشتراك تفعيل الجرس. لا تنسى يا صديقي دعمي بلايك صغير. وقبل أن أبدأ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ونبدأ الشرح على بركة الله. سنقوم الآن يا أصدقائي بالتوجه مباشرة إلى تطبيق إنستغرام. إذن سنقوم بالدخول إلى الإنستغرام. بعد ذلك يا أصدقائي سوف نقوم بالدخول إلى هنا. ممتاز، كما ترون هذا هو حسابي. بعد ذلك سأقوم بالضغط على هذا المكان ونقوم بالذهاب إلى الإعدادات. ممتاز، إذن هنا سوف نقوم بالذهاب إلى الحساب، وهنا سوف نقوم بالبحث عن المعلومات الشخصية. ممتاز، إذن هنا يا أصدقائي لاحظوا معي جيدا، هذا هو تاريخ الميلاد الخاص بي. وكما ترون هنا لا يمكنني تغيير تاريخ الميلاد لأنه بكل بساطة يجب علي أن أقوم بتغييره في الفيسبوك. بعد ذلك سوف يتم تغييره بشكل أوتوماتيكي في حسابي على الإنستغرام. الآن سوف نقوم بالتوجه إلى فيسبوك لتغيير تاريخ الميلاد. إذن سنقوم بالدخول إلى تطبيق فيسبوك يا أصدقاء. ممتاز، إذن هذا هو حسابي على الفيسبوك. سنقوم بالضغط على هذا المكان ونقوم بالذهاب إلى ملفي الشخصي. ممتاز، إذن هذا هو حسابي على الفيسبوك. سنقوم بالضغط على عرض معلومات القسم. ممتاز، إذن سوف نقوم بالذهاب إلى المعلومات الأساسية ونقوم بالضغط على تعديل. ممتاز، إذن كما ترون يا أصدقائي هذا هو تاريخ الميلاد الخاص بي. ولاحظوا معي جيدا في الفيسبوك لا يمكنني حتى في الفيسبوك تغيير تاريخ الميلاد. إذن كما ترون لا، طبعا لا أستطيع تغيير تاريخ الميلاد. إذن في نظركم ما هو الحل؟ الحل سهل وبسيط. الآن يا أصدقائي سوف نقوم بالتوجه إلى صفحة المساعدات في الفيسبوك. ففيسبوك يا أصدقائي قامت بوضع صفحة خاصة بمشاكل تاريخ الميلاد. أوكي؟ إذن نحن سوف نقوم بتغيير تاريخ الميلاد في الفيسبوك. بعد ذلك بشكل أوتوماتيكي سوف يتم تغييره في حسابي على الإنستغرام. إذن أصدقائي أنا قمت بوضع رابط أسفل هذا الفيديو لصفحة الفيسبوك الخاصة بمشاكل تاريخ الميلاد. إذن سنقوم الآن بالذهاب إلى متصفح جوجل. إذن سوف نقوم الآن بالتوجه إلى جوجل يا أصدقائي. بعد ذلك هنا سوف نقوم بوضع ذلك الرابط. ستجدون هنا الرابط، هذا الرابط يا أصدقائي ستجدونه أسفل هذا الفيديو. سنقوم بالدخول إليه. إذن يا أصدقائي سوف نقوم بتسجيل حسابنا على الفيسبوك. بعد ذلك سنقوم بالضغط على لوجين. إذن هنا سوف نقوم بالضغط على نعم ونقوم بإعادة تحديث الصفحة. بعد ذلك سوف يتم تسجيل الدخول بشكل أوتوماتيكي. فهذه الأشياء فقط لحماية حسابي. ممتاز، إذن هذه هي الصفحة يا أصدقائي طلب تغيير تاريخ الميلاد. إذن يا أصدقائي لاحظوا معي جيدا، هنا سوف نقوم بوضع تاريخ الميلاد الخاص بنا. أوكي، على سبيل المثال سنقوم بوضع أي تاريخ الميلاد، فأنا أمتلك تاريخ ميلادي صحيح لذلك لا أستطيع تغييره. على سبيل المثال هنا سنقوم بوضع مثلا على سبيل المثال تاريخ الميلاد، بعد ذلك تغيير الشهر على سبيل المثال، بعد ذلك تغيير اليوم. اوكي، اذا هنا ما هو سبب هذا التغيير؟ ستقوم بتحديد هذا هو تاريخ ميلادي الحقيقي. اوكي، بعد ذلك يا اصدقاء هذه الخطوه مهمه جدا، يجب عليكم ان تقوموا برفع بطاقه هويتكم او البطاقه الوطنيه الخاصه بكم. ويجب في بطاقتكم الهوية أن يكون تاريخ الميلاد هو نفس تاريخ الميلاد الموجود في بطاقة هويتكم.
لماذا؟ لأنه هنا قمنا بوضع أن سبب التغيير هو تاريخ الميلاد الحقيقي. لذلك رجاء يجب عليكم أن تقوموا بكتابة تاريخ الميلاد بشكل صحيح، وأن يكون نفس تاريخ الميلاد الموجود ببطاقتك الهوية. إذا هنا ستقوم بالضغط على اختيار الملفات، بعد ذلك سوف تقوم بتحديد هنا صورة لبطاقة هويتك، ويجب أن تكون صورة واضحة وجميع المعلومات التي فيها واضحة. بعد ذلك تقوم بالضغط على إرسال. بعد ذلك يا صديقي، بعد مرور 48 من 24 ساعة إلى 48 ساعة، سيتم تغيير تاريخ الميلاد الخاص بكم في فيسبوك. بعد ذلك بشكل أوتوماتيكي يا أصدقاء، سوف يتم تغييره كذلك في حسابكم على الإنستغرام بشكل أوتوماتيكي. وبهذه الطريقة تستطيع تغيير تاريخ الميلاد الخاص بك. وصلنا إلى هذا الفيديو. أي تساؤل أي استفسار رجاء اكتبوا لي أسفل هذا الفيديو. ألقاكم في حلقة قادمة. دمتم في أمان الله ورعايته.